راه الاخوان راه هذاك الدعم اللي غادي تحيدوا البطوله وتعطيوها تفرقوا على المهنيين راه كاين واحد المسمن وحرشه كناكلوا بدرهم راه ما غنبقاش ناكلوا بدرهم راه واحد جباريه الحريره كياكل الفطير بجوج درهم راه ما غيبقاش ياكلوا بدرهم راه واحد النص ديال الطون كياكل بواحد واحد المهن كياكل منا الفقراء غادي يديروها على دوك السناكات الشعبيه واللي كياكل منا الفطير وكيقدر ياكل منا بواحد 15 درهم وكيشرب واحد المناضه ب 100 ريال وكتسي واحد الشوع ديالو راه غدا بعد غدا ملي غادي يزيدوا السنيده راه غادي تحيد على داك الفقير اما داك الغالي راه غادي يمشي راه كيضرب باسطيل كيضرب البسطيله وكيضرب الشوا وكيضرب المحمر راه ما عندوش مشكل الفقير اللي غادي يتزاد عليه وما غاديش كيفاش يديروا لي باش انهم غادي يراقبوا دوك الاسعار. صوتك وصل كريم، شكرا لك، شكرا. وهاد الحرقه راه حنا حسينا بها يعني وكنتفهموها وبغينا صوت الناس اليوم يوصل لاصحاب القرار والسياسيين، ما تنقبلوش منهم يقولوا لينا هادشي اللي عطى الله وما عندنا ما نديرو، وإلا كيديروا بغيناهم يشرحوا لينا ويفهمونا وبالملموس اشنو كاين على ارض الواقع، اشنو كيدار كتدابير وكاجراءات. فصوتك من صوت الناس.